مدحوينها أرنتا شلي يا مانتا سعطة هدو أقي هاي مصيبة واي حدو أن أقي نوا مصيبة كسيطر واك دن قود واب بحدا بلد كانان جونا أنا من هندات سفرة دن قود هدي دولة فدلالك أبا هنتا حمر ميل كستا بنان طافة حمر عدنا مجرد وحان أقو باقينا هدانا شعب قبل كبنادر مدحوين أرنتا فول حمي كوكو تهي هدارت بلشدة الصومالية إيكونول قبل كان بنادر أدلة هاي دورة شعط يقف أهل لقلع قبور طوض إلا فاق مدحوين أدي كل بي برجية من القلطة على مدحوين تكنا صومالي كقشواي واتكنا كقشي دادكا قبل كان بنادر كنول لعقنا هكو بحنين هانا جيرنين أم بهل فاق أم مالك الهل كي فرح كغادة برشدة قبل كان بنادر ما أنت إن لفهيس اللسوف فاقو وفول حمو أرين تاسنا أرين ومدى الصوماليات أنفعي سماها داتك قبلها مساكين تايمان تان داووين اي مغالضو دا تيفي غشابي اللي تيفي بدن إيسو الدين اي ما انتا بارك نهوري وحان دال بهينا هدان هاي أنوكو هالينا شعب قبل كبنانتر أفكوضا إن أرين تاسي ديك ديك اللي هجو جيو قاران لدقنين ودولد او اوضا نواجران او حين داب درب كرس بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكسن إذا الكيم بملك السؤال جوكتان كسود وادا برامج كديرة الشبل له وهذا نقلا إذا كدا وتان تلفزيون كشبل له برامج كنا وحين كوي جدنا أمر كسب بحيد دولة فدرال كصومالية أو كوأدن إن دت كأهل كودو وكأسيني هاي قبورها كوي الله إسكال بلوزيا إيه مجالد مقدسه ميد كودا أي كلب حان ما أنت دادو فربنا يا جوب تتجي kuwa ayaa mededka reerahoodii kala soo baxay ama dadkoodii kala soo baxay kuwa kalena dib ayay isaga soo laabteen een waxa barnaamijka marti igu ah aqil nuur xuseen cali oo kamid ah uqaasha soomaaliyeed isaga oo in badan een waxay u badan ka odorsa arimaha siyaasada iyo sidoo kale arimaha kale ee la xiriira amniga een markii hore aqil soo dhawow een barnaamijku waa barnaamijka diirada shabeelle ku soo dhawow studio shabeelle tv أما سنتين شغل وأكله وهاي برامج كثيرة دنا وأكله وهاي شغل آدا دي وما تصدق. الواجر تي ما أنت واد واد عرفت تي واحد دعي تدا دوب ربنا عيا وحى دي بقول لك كان قبوره عندك كذي يجا الله فيه كسر بحيي أما كسر بحي دولة أو جت المدام دت كذي كان كات كم يتهين عرفت بس بالكون. والله إني هو عرفت بس آدا نقطة بتي ما أنت برا بلشها برا بلشها كأرجني شلا نو أركيني إذا الله فضوه هاي عرفت بس arintaas aad aad ayaan u taabatay waa arin aad iyo aad u fool xun waa arin in bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay inay ka dhidhiso loo baahan yahay waa arin aan la yaabanna hadaan bulshada gobolka Banaadir ku nool arintaas arin fool xun waaye anaga waa la yaabanna wax naga yaabsho ay noqoto sidee arin fool xun ku tahay dawladdu waxay sheegtay in dhulka iyadu ay leedahay ayna u soo baahatay dan caamana lagu fulinayo والله إني هو إن إن قبور المسلمين تعدد كمسلم كأيمش اللي هو عصي أبو بدن هين دت كي حوج وذي وديك وذي وبحش دت كي صدر ري دولة فدرال كأيو دت كي مسلمين تهاي شعب كهاي فرح بناي مش اللي هو عصي أنا وحن آمن سنها إلا جمع رمي حديث دن قد أبان تدولة فدرال كأح وأن أكسون نهاي أنك حمران كنول نهاي تافا حمران بنان ميل كستاب بنان دولة ومباهن لول دن قود ميشاس أنك وحان كدراني إن مشروع كترو وحان أركي ني علمو نمان اسكو شيغاي بشير إيو نيكال إيراو علي وجيس حدي أنك أن لسوود اللهين علي إيو بشير وحان أكسونا اللهين إن حوغا ميشا دن قود دولة وبان تي وحا وحان نكلشا وحا إن فضوى الله سوق عتمشة فضوى الله كان إن من إن علماء سكوا شيء جايو وحن أقصون هاي علماء الصوماليات معها هل يلبا دة كمشة كو أحسن وعدد مسلمين وحن لقى ربي إن هدي لفعة جايو وحن لقى مر مينين شريعة لو بندقو حدنا وحن بوقت وحن ما ليه هنا أنا
إن سيهوسو أو فرسميسان أو سكولاك كارسة إن برامج كاس أو أوداي نمكا فضولاني نمان أنا أنكل سوني بدن أنكو قبنا معها هدواء أوكسون هاي داتكي وحفاغي جري علماء الدينكي ووينا إيسو مالية دالة فاغي حتى ماشي إن يخص عطاء مالينا نمكا حتى ماشي أو تجي وحنكا أوريهينا أنا راتكي أو رجي وحفادي وحفاغي جري واس إنو أنكا أوريهينا إني يين كدو اللي جدا وحنو اللي جدا أن مانكا اللي راهو هابيدا وحوال ما أصور تقلع وحي دافع يان مجران مارك إني دات فاغان وحوين لما مارك وحواي وحكوين إني فدواضا فدواضانا كبغي نابو مارك إن ماش هدي دولد أو أركتاي إني تهي قوب استراتيجي أو أي كان يسوي حرون لغو أديجا يو إن دتك الصوماليات أو لقد يسوي حرم ملتري أو إذا ما بدأ إليهين إذا ما هذا حبه إليهين مش أسألنا جسنا أم السنة بلشنا قبل كان بنادر دان هاي دان جود أديل الرب حرمة دول ذي ذو وين أبنان مش أسألنا وحن أم السنة هاي إن مشروع لقدر حركي نمك فضوضنا نمن دولة جاب كود كتر واي معنا علماء الصوماليات مالك ستيف جوك تالي سؤالي كري ايغا فدوو كري لما ورس مالك وحان ارنتاس ارنتاس انغا مكتب بادانا نوغو جرا دانا داتك عاسمة كنول مانا كو كالسونين داتك مانتا بلشادة صومالية اي اوين تكبح دا اد اركيسي داتك ان او دمقان علماء وماها وحي اوهينا مالا وحان را مارك مدحوينها جمهورين دفادر عرك صومالي ومدان أساك مسؤول ما أنت يوم الآخر أسأل وديها مدح وينها أرنت شلي يا ما أنت سعت هدو أوجي هاي مصيبة واي هدو أوجي نوا مصيبة كسيطر وحن أقول باقي إن هدانا شعب قبل كبنادر مدح وين أرنت أن فور حمي كوك تهاي هدارب تبلشدا الصومالية يكون نور قبل كبنادر أدلة هاي دور شعط يقف هلا جلا قبور تود إلا فاجو مدحوين أدي كل بيت برجيء من القطة على مدحوين تكنا صومالك الجشواي وتكنا أكج شيء دت كجبل كان بنات كنار مدحوين قبور تسيا إلا فاجن هدات أكته نوا مصيبة هدان أوجين وكسيتر حلينا مدحوين أردت نسوف رجلي ولي مدحوين واحد بعنا ضم بيا دانا دت كعاصمة كنار قبل كان بنادر أردت أنا وأردت فلهم وإن صدق تقلوا جواب رسول وزير حمسي عبد بري وهو كان لفلسطين دباتوين كفلسطين كدعي أيور رسول الزراعة كهذا ما حد يدونه كهذا لهذا ما أنت دباتنا كسر تفسيون إيه ومدى مساكين تأه لفهو ذا بناك كلا دقة يلا ده هاي تين ديس نكلي راه يو وكوير وين تين ديس لقو بحشة تين ديس قف مسلم أو أكتر محرم احترام كله إلهي ولقد كرمنا بني آدم من آدم كأصول نول يا أصول أنت احترام بدين أو إلا حرمة وبهية هذول أنت ما أنت إن لفيه سلا سو فاجو وفالحمو أرين تاسنا أرين ومدى الصومالية أن فعي سماها ذات كجبدها مساكين تاي ما أنت عند أوين مغالطة التي في كشبة التي في بدن إسودين ما أنت بارك نهوري وحندل بهينا هدان هاي أنا وقها لنا الشعب كقبل كبنات أفكار إن أردت أصدق تقول هجوجيو ماذا حوينها إيه رسول السيارة رسول السيارة شالي فلسطين وده هاي لما تدخل عدو كل دي هاي ما حد إذا ما أنت إنه كهل لو إسكول بلوسية قبرت لفاجة قبلها مساكين تا ويلش أي هاي يعني إيه هادنا كسي درن شن إلا باتن دولار يا شن إلا باتن دولار يقف تبيحيه قف كان بيحنا لما سيها يالير مشروع من هين وقت أنا هذا الشيء اللي بعدين دوره هذا ما ممكن يجري حلب بحي ما نبغى وحوى شباب ال ورخ كمان تنام السعودية ورخ ويا التي في ديالا وحل قريك كراجر أي والحال القريك كر حتى ما أقول هاي ده هنا تي في كم سيد دين شباب لان كأي شيء ده لكن ولا دي تي في ده اللي قد دي وحلا وضع تعود ومن الصومالية ملك ستيف جوكتو وحيا بالليا وعاكم ده نما وحور هال دولار يا بر التلف كي يكون جرو لا حنج بشاور وحيسوك عشيك أنت لا حنج بشا هال دولار برا التلف يكون جرو أبيه يحوق الصومالية وأوش غيجري وأودنت لفيه سامان تبع سلاور
ما أرتها صعب هاي وأعرف فلحمة نمنا فدوذن عيب يكوت وأرن عيبة وأرن فلحمة دولة الفيدرال كي أنفعين كو علماء الشيغة أنفعين يا لكن علماء ذا الشيصو يقول ممتنا العلماء ذا كلاي أو سوما أها مجلس العلماء السوما علماء ذا ما أنت وحي كدن بي إني عدم تلك رأني ما أهم سنبقى الله فيه قبور تهديب يفضوها يان وحان له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وحي ما أنت كدب إيه نعف ليهين إيه ما أنت أمت صومالد أترى يان مجرد هديب فضوها يان قبور مسلمين تأح وحوال بنا فضو وحوال بوا فضوها كرا وحد بقى مجرام هديب ما أنت مدحة الدولة دا وقهر رأي مدهوين حسن إيه رسول زار حمسة أي كذا دعسي وين قبور مسلمين تلا احترامه أيه وكتبته ذو وطئيسو استعين إن لفعوا هذا نتين ديس أيه قبتين دتك مساكين تاه أنا هيك مرك واحد يترى علماء علماء نغنا علماء الصوم بعد المساجد فلان كتبت من هاج كي تفسير كي يو أحكام تدتك بران إيه نحو وأنا غنا هذا أنا غير عن هاي مرك ما أها إني دتك خوان عيان إني ما أنتي ربان نسو استعين ما أنتي ربان إبروف كل حجران واكاس وما سنت دولد محيط لباها كل اي قادي كرتي او اي كمر بكرتي ان كمان دولد دان غود مو ويسنا سلاده بني هو وحان كان ربا نكلي را ذكريو دان غود وا بخدا بلد كانان جوغنا انغا من هند سفره دان غود هدي دولد فدرالكا او باهنت حمر ميل كستا بنان دافه حم عدنا ما جرت دتك حمر كو نولاي كقد سكرتي دولد مدحوينها ولي سا حمر كما بي دنگو ده دو به هیا و اتکر داد و کیل کر قارن لدگنین و دولت او آدر نواجران آهن داد در بکرس ور محاقس به این افسیون لی مادو حد دن مشروع لگ دل فرو لباتن ایشان دلار بیه میت که اگر لفاعه حد دار بتلی ره عناگ حد دن بلش دو قبل کبناد در دست که او هدلو افکار کو هدلو بالکلیم برنامه ام فعیس این حتی داده قاره اصلی محو عاقل کو هدلو ارمام اسکداف ما أنت أرنتان تاجن هدانا كهل بلشده ما بتشد بلشده ما أنت يكون بهيهين وما أنت يدلمونيهين ما أنت عاديهين كون ما هو بهنا أيق أفكار قاد لا يو سحلكر أنا بلشده هذا اللي ديارون هاي أرنتان إسكول بلوسية وحن هت ولي هتسي نجته إن سنتين تقلو دوج أرنتان وأرنت فول حما وأرنت دول النمل اللي قب سمع الدلايو وحن رمنا إن أرنتان سنتين تقلو باجيو waa laga baaqsa kara waa laga baaqsada magaxii dawladda hadii ku sii adkeysato arintan wax dhici kara arintan waxaan rabaa dawladda hadii ku sii adkeysato bulshada gobolka Banaadir ku nool waxaan ugu baaqayaa in aan la fahla faago mid kan afar xaq waajibaas in la dhaqo in la kafaniyo in lagu dukado in la duugo afartiina waa gudatay afarti waajibkeed waa gudateen bulshada gobolka Banaadir la hadla meedkaas hadaad aasteen oo gudkaas gelisheen waajibka Ilaahay inay saar waa ka baxdeen ninki faagaayay u taala amarka lacagna ha ku bixinina hana jirinina aan baha la faago ama meel kale ha la geeyo farax ka qaada bulshada gobolka Banaadir waan dareemaynaa dhibaatadiina xanuunkiina nala qabnaa dadkii inay damqa hayaan nahay walaalayaalow meedkaas waajibka kale heleen waa ka gudateen نیکی خود دنبال وایو فتوهای ایکی فرق عیب، آن فرسان میگیان آن آرام. مگه؟ مرک ادیگ تلاحان محاوس وجودی لهد دولت فدرال کسومالیا کل ایقاد. هد دولت تلا ای تو صلاب وایلای دهای وان فانسنت بلشده قبل که بنادر بیرو وی کرد عی. وی دریم کرتا دولت سیداد و حاو لوب بهیه این بلش ای وحکتها دتک وحکتها دولت دولت ایده کلیت وحسکم آه. بلشدي هدي أي هيان إيه ما أنت عتبات كأرت إذا عدا إكسود ينتي في يده إن دولة دي كصوب بعد قدام قتال رأى شال وقت بالكهر عبد مريد الهر أجكس ويركس أيا أبيز وفاكت والله وعو حبس كويا حمر وين سلك حمر وين عليك سادو بحث تالي دابا وحاي سوكر تور إن لفاجا يقبورته أولو بهي ماشى دنجود إنه تعم غلوا. أفين كبولسك
dadka duuga kamid tahay adiga been yar yar maheno waa been yar waxa uu waxa meesha aniga meedkayga ana u baahanahay ana iska qaatay ana iska doktor maalmo kadib culimaa la soo waday meesha uu istaagay waa gartay ma yar rabnaa yiri meedka waxa waa in la faahfaahay toban biro lagu faahfaahay wax ahkaana iyo wax shuruudo iyo wixii sheegayna ma jiraan marka umada Soomaaliyeed cawaan ma ah madaxweynaha iyo qof kasto umadaan gobolka Banaadir cod ka doonaysa wadanka waxa la yiri one man one food way al jooga xilligiis al dhowa anagana uma muuqato haddii lacal la dhacdo oo loo baahdo in la gaarsiiyo wadanka in doorasho qof iyo cod la gaaro dadka lafooda faagta ma ku dooraan adiga ya gobolkan dadka ku nool dulmi uma yaal macnaha canshuurta waa laga qaadaa meel kasta guri waa laga qaaday baabuur waa laga qaaday mooto waa laga qaaday walax loo dhaafo ma laha wax kasta waa laga qaaday dhibaatada haysatana waa ognahow maanta magaalada muqdisho waxay maraysa mataqaanaa maanta magaalada muqdisho waxay marahoy hoteelada dadka tagaa yaqaani in shaaha markii la cabo boonada ama rasiidka boonada in laga kala luuto ee qof walba tiraho waa soo musqusha aada ay hor u baxday oo boonada laga kala orto dhaqaale xumaha aan ka hadlaynaa meesha uu maraa marka looma baahno maanta in dhaqaalihii gobolka Banaadir uu 0-0-0 maraayo in dadka la mashquuliyo haddana ayagoo ka cadaho nolol maalmoodkooda la tirirayo baahan haddana la yiraa maanta la fiifaaga marka arrintaas arrin fool xum waay aniga bulshada gobolka Banaadir haddana arrintaas madaxda u baaqayna war waxaan waa ceebtin dadkan haddii tabaalisiin dhibaataysan yihiin dhibaato uma naqato madaxweynaha la hadlayna madaxweyne dhibaato uma naqato bulshadan bulshadan culayska ka dul qaada waxaad ka dhawaajisay in dhaqaale xumo ay jirto dadka shaxa ay shuban la'yihiin dhaqaale xumahaasi maxaa keenay dhaqaale xumaha waxaa keenay dowladnimada inay furantaha fiican inay dowladnimada wax furan oo bulshada wada leedaho keeda hoose iyo halka dhexe iyo halka sare dowladnimada hadda maanta waxay joogtaa zikriyo dabaqada sare laba dabaqaa dhunto tii hoose tii dhexe waa baxeen meeshaa laga saaray madaxweynaha ma ogyahay mase waa ma ogyahay I don't know laakiin waxaa laga rabaa madaxweynaha inuu bulshada kusoo dhac baxo shaala markuu banaanka joogo bulshadu arkay waa la hadli jiray waa la fadhiisay wax walba weydiiyay maanta markuu filada galay madaxweyne xasan maba hays dhowaane madaxweyne qolofkiisa waa joogay marka meeshaas culayska ka jiro bulshada baa waa baahan yihiin hadda anaga u sheegayna madaxweyne bulshada xamar ku nool waa baahan tahay danaa haysato ganacsiyada waa ognahay qaaraa xirmay canshuurta waa xad dhaaftay walaalow madaxweynu arrintan bulshadan adaa shala lagu doortay adaa kutub quraan gacanta u saaray madaxweynu arrintan la isku koobayay dowladnimadan dad gooni ah loo xiray maanta waxaa ogtahay qayb qayb loo kala xirtay wax baahida keena ku sheega sikri qayb qayb hebalow aad intaa leedahay aadna intaa leedahay aadna intaa leedahay aadna intaa leedahay aadna intaa leedahay ay joogtaa maanta dowladnimadii rag la yaqaanaa loo xiray mashruuca laga dhigay mashruuc dowladdu waxay ogtahay inay bulshada wixii yimaada loo simo loo qayb sida canshuurta loo qaado kan hooso kan sare kan dhexe wixii marowey marka hebalow teema bala fikirsho waa saacad nin walba wuxuu isdhowahaye hal sana waa dhamaad lama sanaa dhamaatay nimana waxay wadaanba gurasho war ummaddan ayaa la guran yaa la dhuuqin ummaddan bulshada beriyaa loo baahan yahay shalay dad wadankaa nimanaa joogeen may ku bixin waa aragteen beriga tubta shalay aad og tahay madaxweyne ayaa saarantihiin nimana tihiin waa iskoobteen niman koobanaa naqateen xisbi koobanoo wixii yimaado ayaga isku koobaa naqateen bulshada inteeda kalena banaanka lagu soo xoro marka waa kacadda bulshada Soomaaliyeed haddii mawduuceena aan kusoo laabanno waxaad ka dhawaajisay in shalay dowladda markay ku dhawaaqaysay in dhulkaasi ay u baahan tahay in ay culimo ay soo kaxaysatay yacni waan ognahay 30 sano ee lasoo dhaafay dadka Soomaaliyeed walcigooda aada u litay oo dad yacni wax badan ka warqaba marka loo eego dhinaca nidaamka sistamka dowladnimada ma aysan jirin marka taasaa keentay in culimmadii meesha lasoo istaajiyo dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad culimmada wax ka maqla in dowladda culimmada sidaas ku adeegsatay salama dhihi karo
dadka Soomaaliyeed markay arkeen culimada ay sii saseen sasee ka qaadeen nimanka hadda niman oo ognaha waa shalana farmaajaha do joogana oo ufdu u hayay birigana madaxweyne Xasan ufdu u hayay waa gartay marka culimadu waa dhaqaalaan waa ku sheegay culimada masaajidda joogta manhajkii tafsiirka ee mulxaha iyo kawaakibka akhriyo waa marka culimadu waa dhaqaalaan laakiin nimankan buruufka ku dhaxjiro oo maalinka loo baahdo soo kacaayo inta kale bulshada hadda maanta intaan ku sheego baahiya may ka hadlaan way qanaane culimada maalinta iyo malaaqada dadka koow ay ka mid yihiin waa dadka marka in ay bulshada la hadlaan ay wixii saxan u sheegaan laga rabaa laakiin ma suubi waayaa maanta inay kaarteen maalinkii rabaana mashruuc ay ku qaato waayaa inay dhawo hayaan waa u fadwo hayna hala wado maalinkan rabaana telefoonada ay kaartaan marka aniga bulshada wax ka cashaa waxaaba ka midba oo ba laga dhex arkay in meesha NGO iyo mashruuc yaalo culimada waa ha in tilaabadii shalay dawladda ay qaaday iyo waxa maanta dhacaya waxa leedahay waa wax qeyr sharci ah waxa qeyr sharci ah oo lala yaabo waay wax aad iyo aad iyo aad u fool xumo iskiri bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad waxay aad iyo aad u cambaareeyeen wixii shalay maanta dhacay waa wax xun waa walax dowladnimada iyo madaxtinimada ku xun dowladda madaxweynaha joogo madaxweyne arrintaas adeef oo xumo zaa'id kugu tahay arrintan waxaa laga rabaa madaxweyne inaa dhacda ka qaabato ha arwaab kugu celisa haddaa doorasho qof iyo cod gelayso bulshada la dhoortaa maana bulshada madaxweyne la qabuurtooda lama faago marka waa kaas marka aynu eegno dhinaca dowladda oo dhulka danta guud ah waxaa jira dhul dan guud ah dowladdu ay leedahay oo dad ay degan yihiin in badanna dowladdu waa ay sheegtay dhulkaas inay u baahan tahay laakiin aysan suurtagelin oo xataa meelaha qaar khalaasa ay ka dhaceen marka soo lama dhihi karo marka xaggii inta laysku barbardhigo dowlad inta u fudaan meelaha ka degan yihiin may waxaa ku sheegaa kuwa danta guud haddana qof dhaafta ma jirto cid dhaaftaana noolama sheegan idaacadtimida dowladda dhahday annaga danta guudo meel hebel aan rabnay waa ka tanaasulay intaan u qaadana xataa waxaa waaye waray ahaa leed mogtaa bulshada waxbartooda xataa oo lagu soo celishay naqa leed wax la daayo ma jiraan kuwa laysku haystana dowladda kama tanaasulin waa ognahay waa u taagan tahay inay qaadato lafihiina waa la baxshay dhowey marka waa wax la yaable waay wax la yaable oo bulshada ay la yaabaan waay istraatiijiyad ahaan halka dowladdu ay sheegtay inay ka dhiseyso saldhigga ciidan ciidamada badda yacni meelo kaloo kaga haboon ma jiraan laga dhisi karo waay jasiira banaan laamiga saan haddaa u qaado wax ka banaan maaragtay udhula saan haddaa aadan wax dhul ka banaan maaragtay saan haddaa aadan afarta tubo soo gasha magaalada waa banaan yihiin waxay rabtay ka dhisi kartaa dowladda laakiin meeshaan faraa ku godan far iskuol bulusiya annaga ahaanteyna bulshada gobolka banaadir farana ula wixii ku jiranaa soo bixi doona meeqasana halkan wax dadka lagu aasaya ma dhowo sikiri dadka hadda meesha ku aasan dad adiga 50 sano 40 sano ka hor ala hela akuto 50 sano 40 sano ka hor dad ahaa kuto ha laakiin dhulkao dhan waa wada qabri macnaha haddii qabuur keliya la fiirinayo dhulkao dhan waa wada qabri meel kasta lagu istaaga waa qabri marka min zamaan dadaa adduunkan ku noolahay marka soo wax kuma jabno soo lama dhihi karo maya qubuurta sideedaba qubuur baaba'daa jirto oo iska baaba'do caadi noqoto markaas laakiin qubuur hadda qoyanaa jirto waa orkeys gabar ogeys oo dhihiysa haddaa la duugay waalidkii kuwaasoo kaleo qoyan waaye waxyaabaha oo laakiin qubuurta markay qarniyo iyo laba qarniyo saddex qarni afar qarni ay duuganta waa waa caadi waay laakiin qubuurta cusub oo shala la aas ala fagowa sikiri adi naftirkaaga maanta waxa waay waa badanaa aa rabtaa aa duugduugay bulshada u hadashaa wax cadday qubuurta la faagay dadka oo yahay maanta tv-ga shabeel la soo dayay aan ka daawadaane haye maxaa wax qarsoon miya okay ugu dambeen maxaa soo jeedinaysaa fariinta dowladda u direyso arrintan ku aadan qubuuraha la faagayo ugu dambeen maxaa soo jeedinaysaa ugu dambeen waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan ugu baaqaa in qubuurtaas aana la tegin waajibkaa ka lahdeen waa gudateen qubuurtaas ninka faagaya ha faago bulshada Soomaaliyeed qubuurtaas faraha kala baxa.
وحدين بيولي سوغارا مجران قفت كنتم باوي سو اي قوت الله برشلة صومالية تساقو باقا ملاحظة صومالية اوغر مدعوين حسن برشلة صومالية مدعوين شارع دار لغو دورتي ما انت هير كي مرا يعني وهير الهي اوغيه مدعوين يوم الاخرى دار لغو يديها مدحوين أمدن ودباتي سنهين لبادنا قاري حدا أو تنبيسو قمور طودا لو جميدي مدحوين أردتا سيدك دقا ووقت الليل عن قادهين وصو جواب رئيس الوزارة حمس عبد البر رئيس الوزارة صومالي ذاتهاي لباتة حمر خجرتو لباتة فلسطين وقادوا كهذا الشيء مدان كتا اسكول بلوسية كهذا marka intaas aan ugu baaqaa madaxda dalka aad baad u maasan tahay in kaasina waxa uu ahaa Aqil Nuur Hussein Cali oo igala qayb galay barnaamijka ama martii ugu ahaa barnaamijka diirada shabeelle aad baad u maasan tahay adaan mudanebo tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka lamida waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh